قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الموطأ معروف كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من أصح الكتب، ولعله يأتي بعد البخاري ومسلم مباشرة هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو متقدم جدا شيخ شيوخ البخاري هو. ولكن كتاب الموطأ الإمام مالك جمع فيه الصحيح، ووضع فيه أيضا مراسيل، ووضع فيه بلاغات، وفيه أيضا شروحات للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبعض المسائل وإبداء رأيه فيها.